الحمد والله انجازاتي في سنه 2023 مرت علي هذه السنه وهي مختلفه تماما عن سنه 2022. زاد فيها انتاجي، زاد فيها اصراري، زاد فيها معرفتي وخبرتي، وزادت فيها تحدياتي. انجزت فيها الكثير من المشاريع في مجال الجرافيك ديزاين، قمت بتصميم الكثير من فيديوهات الموشن جرافيك والكثير من المواقع الالكترونيه والصور الاعلانيه وتصميم العديد من البروفايلات والكتب لجهات مختلفه داخل وخارج المملكه والكثير من المشاريع في مجال الجرافيك. اما في مجال المونتاج والتصوير صورت وانتجت الكثير من الفيديوهات والصور الاحترافيه وقمت بالاشراف على اكثر من مشروع كمدير فني وكصانع محتوى. انتجت الكثير من الفيديوهات التعليميه في السوشيال ميديا اللي استفاد منها الكثير من الأشخاص، وخلالها تعرفت على العديد من الأشخاص اللي غيروا بحياتي وبمساري المهني. والآن مقبلين لسنة 2024 وأطلب من الله التوفيق لي ولكم، وأترككم برعاية الله. عليكم ورحمة الله.